أصحاب الفيل قطعا كانوا أقوياء، قوة مادية طاغية ما كان يمتلكها العرب في ذلك الوقت الذين كانوا يقطنون في الجزيرة العربية وفي حول الكعبة. وهؤلاء غاروا عليهم وهجموا عليهم وأرادوا أن يهجموا عليهم ويهدموا البيت لأجل أن يشيدوا لهم مجدا، والقصة والحدث يتكرر بأشكال وصور مختلفة. فها أنت ترى يقيم هيكله المزعوم ومجده المزعوم على أنقاض بيت وصرح مشهود وموجود. حتى نفهم ونستوعب أنك يا إنسان يا أمم الأرض ستجدون في كل وقت في كل بيئة في كل زمان من يريد أن يقيم له مجدا على أنقاض أمجادكم. والمسألة لا تتعلق فقط بالأمجاد، المسألة مسألة قيم وحق ومبادئ. تدبر في الربط بينها وبين سورة الهمزة. أنت لا ينبغي أن تعتدي ولا أن تنال من كرامة الآخرين. دماؤهم، أعراضهم، أموالهم، بيوتهم، مقدساتهم، خطوط حمراء ينبغي أن تقف عندها ولا تعتدي عليها. وتدبر معي في دقة المفردة، قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، نسبها له جل شأنه. هذا فعل إلهي، تدخل إلهي. يتساءل الإنسان والكثير اليوم إنه يتساءل، طيب ولماذا لا يكون هذا التدخل الإلهي في كل وقت وفي كل زمان لحماية مقدسات المسلمين مثلا اليوم في بيت المقدس أو ما شابه؟ هو يستطيع سبحانه وتعالى أن يحفظ بلا شك، وقد حفظها وأعطاك نموذجا لذلك الحفظ في سورة الفيل. لكن أنت بعدما أنزل إليك القرآن وبين لك وأمرك افعل ولا تفعل، قال إن تنصر الله ينصرك، ولسان حالك ومقالك يقول اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. لك أن تتخيل حجم غياب الوعي الذي يعيشه بعض المسلمين حين يثيرون مثل هذه الشبهات اليوم. يا صاحب الحق، أنت على الحق لا تبتئس، أنت على الحق ستنتصر. تقول لي ولكن وما فائدة كل ذلك؟ أن تراجع نفسك، أن تراجع مبادئك، أن تراجع قراراتك. أنت على الحق ولا على الباطل؟ إذا كنت على الحق اثبت عليه، الله ناصرك مهما تكالبت عليك قوى الباطل ولو كان من أصحاب الفيل. أصحاب الفيل بالنسبة للعرب آنذاك قوة عظمى. إن كنت على حق سيجعل الله كيدهم في تضليل.